يمكن تشوفنا سنة. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هلاو ايفري كورس، زي مرحبا بكم في قناتنا علي كورس. دعوا لايك، دعوا سبسكرايب، دعوا سبسكرايب قناه صديقه اسلام تشجيع المرابط في الوصف بعد المحتوى متنوع. وهي من على بركه الله نبدا الفيديو. واول شيء اقول لكم بسرعه، الجو ممطر هذه الايامات، وليس لدي القدره عن التصوير لان هذا المكان الذي اصور فيه هو المكان الوحيد الذي لدي إمكانية أن أصور فيه. والجو ممطر كثيرا، حيث أنني كنت أريد أن أصور عطلة كلها فيديوهات، ولكن للأسف المطر يمنعني. ويبين على بركة الله لنبدأ الفيديو. ونبدأ بتسريبات البوكوفون 2 لايت، تسريب للشاشة صور واقعية، وهذه الصور مؤكدة لهذا الهاتف. ونتمنى أن يكون هذا الهاتف، يعني سوف ينزل قريبا كما سمعنا، ولكن نتمنى أن يكون بسعر جيد. ومن المحتمل أن يأتي بأحدث معالجة سناب دراجون في الفئة المتوسطة، ولا نعرف متى سوف يأتي من إعلان عنه، فقط نعرف أنه سوف ينزل قريبا. ننتقل إلى الخبر التالي مع تغييرات لسلسلة LP40. والP40 سوف ينزل العديد من الهواتف هذه السنة، قد تنزل 4 هواتف من سلسلة LP40، والتي هي LP40, P40 Lite, P40 Pro و P40 Plus. البلس هو الذي سوف يأتي بخمس كاميرات، هذا تحديث جديد. الهاتف البلس سوف يأتي ب 6.9 إنش، يعني كما نقول الميت 20X، ولكن هما أزالوا الإكس أضافوا البلس. هاتف P40 هو الذي سوف يأتي بثلاث كاميرات، والP40 Pro سوف يأتي بأربعة كاميرات مع كاميرا البايروسكوب التي تصل إلى 100X زوم مثل S20 Ultra. P40 Lite سوف ينزل للفئة المتوسطة، والP40 Plus سوف ينزل بمواصفات P40 Pro ولكن بشاشة أكبر، شاشة عملاقة. وننتظر يعني أشياء من شركة هواوي يعني تكون مفرحة. وبالمناسبة نظام هارموني أو إس في أواخر 2020 سوف يصبح نظام قوي ونظام منافس ويحتل المراكز الأولى، هذا ما أعلنت عنه هواوي. وننتقل إلى الخبر التالي مع شركة هواوي أيضا، مع P40 أيضا، ولكن تسريبات واقعية للجهاز. تسريبات أنها توضح أن الكاميرا المربعة سوف تكون يعني الاحتمال الأكبر كاميرا مربع، والشاشة دول بونترو ديسبلاي مع يعني إيدج من نوعية الهورايزن ديسبلاي، يعني 88 درجة مثل ما جاء في الميت 30 برو. وننتقل إلى الخبر الثاني مع جالكسي S20 و S20 بلس و S20 ألترا، تسريبات واقعية لهذه الأجهزة كما ترون في الصور الآن، والمواصفات سوف أريها لكم بعد قليل. ترون الصور. S20 ألترا تم تسريب عنها قبل أيام قليلة، ولكن كانت تسريبات فقط تخيلية. الآن هذا تسريب رسمي، وهذا التسريب الرسمي يعني يريك أن المستطيل أوسع لديه عرض أكثر، والشاشة ليس فيها تغير منذ أن تم تسريب عن S20 سيريز، والشاشة هي الشاشة ذات الحواف القليلة والبونت هول ديسبلاي الصغير. وترون المواصفات الآن، مواصفات رائعة، ونتمنى أن تزيد تلاوتي قريبا. الأسعار تم تسريب عنها في أوروبا، هذه أسعار فقط في أوروبا، تعرفون أن أوروبا لديها أسعار عالية، وأوروبا أسعار غالية جدا، خصوصا للزي فليب، والذي غريب أننا لم نرى أن الزي العادي لديه سعر في هذه القائمة. قد لن ينزل في نفس المؤتمر، وقد يكون فقط تسريب يعني غير صحيح أو مسرف فقط، لكن يعني كان من الأفضل أن يضعوا الزي والزي فليب. يعني صراحة تسريب خاطئ، وأسف إذا صدقتم التسريب الذي قمنا به قبل أيام. وننتقل إلى الخبر التالي، وتسريبات قادمة من مصادر موثوقة أن هناك صورة يعني للون بلس 8، وهذه الصورة تؤكد لنا
أن هناك هاتف من شركة وان بلس، والذي هو الوان بلس 8، سوف يأتي بشاشة بونتو ديسبلاي بأج و 120 هرتز، ويمكنك أن تغير إلى 90 هرتز، ويمكنك أن تغير إلى 60 هرتز. وهناك تسريب آخر قديم نوعا ما، ولكن أريد أن أريه لكم، وهو للوان بلس 8 لايت، تسريب حديث، تسريب يعني صور حقيقية للجهاز. ونتمنى أن يكون هذا الهاتف بثمن جيد، قد نحضره إلى القناة، لا أدري صراحة إذا كان بمواصفات جيدة سأحضره، إذا لم يكن بمواصفات جيدة قد نحضر هاتف آخر، وإن شاء الله قد يكون بمواصفات جيدة. ونعم ننتقل إلى الخبر التالي، ونعود مع شركة هواوي والبي 40 برو أيضا، ولكن لون جديد سوف ينزل في الأسواق قريبا، والذي هو اللون الأخضر الفستقي والذي ترونه الآن. اللون سوف يكون شبيه بالنكسس 6 بي أو إكس، لا أتذكر، ولكن يعني نفس اللون قريبا. ولما تسألون إضاءة فقرة البي 40 في فقرة واحدة، هذا الفيديو يعني مأخوذ من يومي تصوير، اليوم الأول اللي كان البارحة واليوم يعني الآن، لأن المطر يمنعني أن أقول جميع الأخبار، وأخبر كل دقيقة يخرج خبر جديد. ورأيتم اللون، وننتقل إلى الخبر التالي، وتسريب لشركة أبل مع بقرة اختراع جديدة، والتي تتيح لشركة أبل أن تضع الحساسات تحت الشاشة ويكون شاشة كاملة، وهذا ما سرب عنه في أوائل التسريبات، وكنت أكذب التسريبات ولكن قد تكون صحيحة. ولكن سوف تكون الشاشة كالتالي: مايكرو LED 6.7 إنش و Full HD Plus، مع يعني كيف أقول، بس فتحة في الوجه، ولكن مطور كثيرا أكثر من جميع الآيفونات. وسوف يأتي الهاتف بأربعة كاميرات، لن يقع تغير على جميع الكاميرات، فقط السنسورات سوف يحضرون سنسورات أكبر، وهذا يعني أن التقاط الضوء سوف يكون أكبر. وسوف يكون هناك عدسة رابعة، والتي هي التايم أوف لايت TOF، وسوف تكون الحواف مثل الآيفون 5 والآيفون 4، تلك الحدود يعني تلك ترون التصميم الآن، ويعني شكل رائع، يعني لمسة جيدة، يعني يعطيونك تصميم قديم مع تصميم حديث جدا. وننتقل إلى الخبر الآخر، مع شركة أبل أيضا، ولا أدري كيف فعلت شركة أبل هذا، ولكن الآيفون 9، آيفون 9 سوف ينزل، يعني في عوض أن يطلقوا هاتف الآيفون SE2 سوف يضعون له اسم آيفون 9، والذي سوف يأتي بهذا الشكل التالي، شبيه بالآيفون 8، فقط تحديث في يعني الشاشة، يعني شاشة أفضل من الآيفون 8 العادي، وكاميرا عادية مثل الآيفون 8، ولكن المعالج والرام سوف يكونون أفضل، حيث أنه سوف يكون بمعالج أحدث ورام أفضل. وهكذا قد نكون أنهينا نشرة أخبارنا لهذا اليوم، أعطونا رأيكم في التعليقات على أعجبكم الفيديو أم لا، آسف إن تلخبطتم قليلا، يعني كل خبر صورته فتمطر وأذهب إلى المنزل، ولا ليس لدي، تعرفون ليس لدي مكان للتصوير لحد الساعة، وعذرنا لهذا. وهكذا قد نكون أنهينا الفيديو، ادعمونا باللايك، ادعمونا بالسبسكرايب، وانشروا المقطع لينتشر المحتوى الجيد، يعني افضل من المحتوى الذي محتوى الفضائح ومحتوى سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بيس اوت.